هنبدا المؤتمر الصحفي. من فضلكم لو حد حابب يسال اي سؤال اتفضل ارفع ايديه. كابتن حسام البدري بنرحب بيك، رايك في جمهوريه النهارده؟ طبعا زي ما انا قلت في المؤتمر امبارح ان المباراه هيبقى فيها نديه، وشفنا طبعا يمكن النهارده طبعا ما كناش موفقين في الفرص اللي جات لنا، بالاضافه طبعا التحكيم كالعاده برضو، يعني التحكيم برضو ضرب الجزاء اعتقد حرمتنا ان احنا نجيب الهدف الثاني، لكن ما كناش موفقين في الفرص اللي جات لنا، يعني في اكتر من فرصه جات لنا ما كناش موفقين فيها. لسه في مباراه ثانيه، ويمكن انا قلت اتفضل لسه بنتكلم، انا مش فاهم هو عمال ايه الفايده ليه. اتفضل استنى حضرتك لما بنتكلم بقى ما اخلص. طيب انا انت عمال تعمل لي، انا مش عارف عمال اخلص. فزي ما انا قلت يعني المباراه مش هتبقى محسومه هنا، ولسه في مباراه ثانيه ان شاء الله، ده اللي هنفكر فيه ان شاء الله ونركز فيه ان شاء الله. اتفضل. شايف؟ يعني هي كل مباراه طبعا وليها احداثها وليها ظروفها، وانا بقول ان احنا جات لنا فرص كتير النهارده ما كناش موفقين، في بعض الاحيان بنبقى موفقين وان شاء الله نبقى موفقين في الماتش الجاي، لكن اكيد انا بقول برضه هيبقى في لنا فرص هناك ان شاء الله، وهيبقى عندنا فرصه كبيره ان شاء الله، يعني انا واثق طبعا، لان هو لابد بيلعب على ملعبه وبرضه عاوز يحقق حاجه، وانا هيبقى عندي مساحات وهيبقى ان شاء الله باذن الله هتبقى عندي فرص ان شاء الله. اتفضل. ماشي انا معاك. طبعا سر ضياع الفرص السهله يوم بعض من الاهلي المصري فرص سهله كتير يعني. تمام سر يعني ايش السبب ضياع الفرص السهله اليوم؟ ممكن الاهلي يكسب اليوم عشان يكمل، يعني في فرص فيها عدم توفيق وفي فرص فيها عدم يعني اتقان من اللعيبه اللي جات لهم الفرص، يعني في فرص كانت سهله جدا ما اللعيبه ما قدرتش تستخدمها، بس ده وارد يعني. فخلينا نقول ان شاء الله ان احنا انا متاكد ان شاء الله ان هيبقى عندنا فرص هناك، وان شاء الله عندنا فرصه كبيره باذن الله. اتفضل. ان شاء الله. الله يخليك. السؤال الاول الفتح المباراه، وده طبعا بتبقى خطر جدا عليه، وممكن الوداد يفكر برضو كده هناك في المغرب برضو، يعني تبقى المباراه مفتوحه، وده اعتقد دي النسبه الكبيره ان المباراه هتبقى مفتوحه هناك في الوداد، لكن الوداد النهارده لعب بتحفظ وحاول طبعا يقفل على مفاتيح لعبنا، وكان عامل كثافه عدديه، واحنا في نفس الوقت زي ما قلت الفرص اللي جات لنا ما كناش موفقين فيها. اخر سؤالين استاذ والاستاذ. هو تكمله السؤال زميلك حسام، بعد ما جه الجول الاول في اول دقيقتين الجميع حس ان يعني هيبقى في شرف سيناريو مين؟ بقول لك حاجه بس في البدايه، بس عشان يعني لازم نبقى منطقيين، كل مباراة ليها أحداث أنا بقول يعني لكن عشان نخش المباراة النهاردة ونتكلم نقول إن زي مباراة النجم والناس قبل المباراة عمالة تقول ستة وسبعة، كل مباراة بأحداثها يعني، لكن وارد لو كنت أنت الفرصة اللي جت أنت جبت الجون في دقيقة اتنين وحاجة يعني تقريبا قريبة من الدورة من الدقيقة ثلاثة، وضعت منك فرصة ثانية مؤكدة في دقيقة ستة، لو كنت جبت الهدف بتاع الدقيقة ستة دي أعتقد كانت المباراة ممكن تتفتح يعني، لكن هم طبعا الظروف خدمت النهارده الوداد، بقول ان هو يكمل المباراه بالشكل ان هو بيقفل، وده من حقه طبعا هو يفكر يلعب مع الاهلي كده لان بيلعب على ملعبنا، هو حاول يقفل النهارده كان بيعتمد على الهجمات المرتده بس، اعتقد ان اسلوبه هناك هيبقى مختلف ولازم يبقى اسلوبه هناك مختلف، ويبقى لنا فرصه ان شاء الله ان شاء الله. اتفضل. لا المغاربة اوكي صح ممكن بعد العلاقه طبعا حاضر حاضر لا اسال وبرضه الاخوه المغاربه يسالوا بعد كده هنزود الاسئله ماشي
هنزود. انت اتفضل بقى شوف انت الحكم. ثانيه اتفضل اتفضل. لو هنبص للتنافس في 18 ثلاث اربع لعيبه من لعيب الاهلي موجودين ولاعب واحد بس اشرف بن شرقي جه ياخد الكره اللي دماغه وحطها في الجريده بشكل كامل كان سيء جدا يا كابتن. فكره استقبال الاهداف السهله احنا نقاطنا كبيره فيكم لكن الاهداف السهله كابتن حسام هيتعامل فيها ازاي خاصه الوقت بين المباراتين وقت ضيق جدا. والله بنتعامل وبنتكلم لكن في بعض الاحيان برضو انت هي كره القدم لابد يبقى فيه اخطاء لكن بتفق معاك طبعا ان الهدف النهارده جاء يعني من خطا دفاعي مش مقبول لان كنا ممكن نتعامل معاه احسن من كده طبعا كنا تجنبنا من الهدف ده واتفق معاك يعني لكن اكيد بنتكلم على الاخطاء وبنحاول نصحح الاخطاء وده اللي هيحصل والتركيز ان شاء الله هيبقى اكثر في المباراه اللي جايه ان شاء الله. اتفضل الاخوه بقى المغاربه الاخ اللي كان عاوز المغرب يتفضل. الصعوبات اللي انا واجهتها النهارده لا انا بقول هي مش صعوبات هي هو فريق الوداد لعب بشكل تحفظي طبعا وكان بيعمل كثافه عدديه في نص ملعبه وبيتعامل مع العمق اللي عندي وبيتعامل مع الاطراف اللي عندي لكن مع ذلك برضو نجحنا اكثر من مره تخلينا فرص لكن ما قدرناش نستخدمها بشكل كويس يعني ما كناش موفقين فيها. هي دي الفكر اللي الوداد لعب بيه النهارده وانا ده كنت متوقعه يعني وعشان كده انت كنت بتشوف ساعات ان طريقتي بتتحول ل 3 4 3 بعمل كثافه عدديه في بعض الاحيان نتيجه التراجع اللي بيعمله فرقه النجم وجات لنا فرص لكن ما كناش موفقين في الفرص يعني. ممكن طبعا. تمام. وهي اذا صعبت مهمه الاهلي مش هتصعب مهمه الوداد؟ هي طبعا زي ما انت بتقول اكيد تكرار المباريات بيفتح او بتبقى الفكره عند الفريقين بشكل اوضح طبعا والقدرات بتاعه اللعيبه بتبقى بينهم وبين بعض كمان لان خلي بالك هي مش شرح مدرب بس هي قدرات واحساس اللعيبه بينهم وبين بعض خلاص اتقابلوا مع بعض اكتر من مره ودي على الاثنين يعني على فريق الاهلي وعلى فريق الوداد في نفس الوقت يعني. اتفضل. لا رامي ما عندوش اصابه علي عنده تقل في الخلفيه وليد بس حصل زي كرامب في ظهره بس حصل كرامب في ظهره بس. عبد الله السعيد. لا عبد الله السليم لا مفيش شد في شد اتفضل. النتيجه دي هتغير طريق المدرب ان شاء الله يعني هنسافر يوم الاربعاء ان شاء الله. فندم لا مش شكوى انا بقولها ما شكوى بقول للاسف يعني برضو انت بنتكلم على التحكيم بس الحكم عمال يضحك النهارده لكن ضربه الجزاء دي يعني اعتقد يعني ما يعني مش عارف فيها عناد ولا فيها قصد ولا ضربه جزاء واضحه 100% هو التحكيم التحكيم الافريقي يعني الواحد زهق من كتر الكلام بصراحه بجد الاداره بقى تتصرف الوقت اللي ايه؟ بالذات لاعبين الفريق بتلعبوا بالاسم لان الحلول غالبا على الاطراف بس ما تخوفش من الدموع الاخر مش تتوقع ولا تفكر في لقاء العوده مع الجمهور كبير للفريق في لا انا قلت انا احسن حاجه الاهلي هو انت ما تشوي لا انت انا يعني مش متفق معاك ان انا ما عنديش حلول على الاطراف لا انا عندي حلول على الاطراف وشفت الحلول المتواجده في مؤمن وحتى حمودي لما نزل وفي بعض الاحيان يمكن احنا بنغير تفكيرنا في حته الاطراف ده بتفكير تاني
مش هتكلم بالتفصيل يعني، لكن عندنا طبعا لعيبه عندها حلول على الاطراف يعني، وعندنا لعيبه مميزه وبتمثل خطوره كبيره وهي على الاطراف، ودل على كده انت شفت الجون الاولاني لما جاء بتحرك من على الاطراف اكتر من مره وصلنا عن طريق الاطراف وعن طريق الاجناب، لكن ما كانش فيه توفيق في الفرص اللي جت. السؤال بقى كابتن، اتفضل. شفتك بتتكلم مع الحكم كنت ايه؟ اتكلمنا كتير قوي. في اني لحظه؟ في اني دقيقه بالظبط؟ ايه؟ لا هو كان بيطلب مني في بعض الاحيان ان انا اقعد يعني عشان ما يبقاش في اتنين واقفين يعني، بس مش اكتر من كده. شكرا 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 شكرا.